أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس لتأكيد على أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب. كما أعلن العاهل السعودي تبرع المملكة ب 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية بالقدس، إضافة إلى 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أود أن أعلن عن تسمية القمة العربية 29 في قمة القدس. ليعلم القاسي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين. كما أعلن عن تبرع المملكة السعودية مبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. كما تعلن المملكة عن تبرع مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.